أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نفصل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في الزمان، خلافات وانسحابات واتهامات بالتزوير خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. نقرأ في الحياة، اشتباك حول الكتلة الأكبر يدفع الحسم إلى المحكمة الاتحادية. ونطالع في الهيئات، القوات الحكومية والميليشيات ترتكب انتهاكات بحق أهالي حزام بغداد الشمالي بدوافع طائفية. جاء في العربي الجديد، إسرائيل تلمح إلى أنها قد تستهدف أسلحة إيرانية بالعراق. أما بالعربي اللندنية، الحريري يؤكد أنه قدم لعون صيغة حكومة لا ينتصر فيها أحد على الآخر. جاء في الخليج الإماراتية، معارك طرابلس تتواصل لليوم الثامن على التوالي وفصائل جديدة تنضم للقتال. ونقرأ في الشرق الأوسط، طهران لا سقف زمني للإبقاء على النووي. الريال الإيراني يتراجع إلى 130 ألفا للدولار. أهلا بكم. سجل البرلمان العراقي سيدتي وسادتي يوم أمس إخفاقا جديدا يضاف إلى سلسلة من جلسات الفشل السابقة التي كان موضوعها تمديد الولاية أو إقرار الموازنة أو التحقق من اتهامات التزوير في الانتخابات أو حتى إعلان حالة الطوارئ. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها أن البرلمان العراقي في العراق يحتفظ بالرقم القياسي في الإخفاق، ففي كل مرة كانت الهيئة التشريعية العليا هي التي تعجز عن تطبيق أحكام الدستور حتى فيما يخص مسائل إجرائية بسيطة جدا. على هذا المنوال سارت الجلسة الأولى للبرلمان الجديد التي توجب أن تستكمل بأداء النواب الجدد للقسم وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ففشلت في المهمة الثانية بالنظر إلى عدم اتفاق النواب السنة على مرشح يمتلك الحظوظ الأفضل لشغل موقع الرئاسة، واكتفى المواطن العراقي بالإصغاء إلى الخطب الرنانة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس منتهية ولايته بسبب فشله في الاحتفاظ بمقعده خلال الانتخابات الأخيرة. كذلك تابع المواطن العراقي عجز رئيس السن عن تحديد الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، ورفع البت في الأمر إلى المحكمة الاتحادية، وكانت ولادة هذه الدورة قد تعسرت أصلاً بسبب مخالفات تنظيمية وادعاءات تزوير واضطرار إلى إعادة العد والفرز اليدوي، فتأخر التصديق على الانتخابات 3 أشهر تخللتها جولات محمومة من المفاوضات والتحالفات والتقلبات بين الكتل البرلمانية التي حلت في المراكز الأولى. هذا بالإضافة إلى يقين غالبية أبناء العراق بأن إعادة تدوير هذه النخبة السياسية لذاتها لن تسفر إلا عن إعادة إنتاج ظواهر مماثلة من الفساد والتقاسم الطائفي والارتهان الخارجي والعجز الحكومي. وتختتم الصحيفة بالقول إن هرولة الساسة في بغداد إلى المنطقة الخضراء للانخراط في مناورات اجتذاب النواب وتشكيل الكتلة يعمي أبصارهم وعقولهم عن إدراك معاناة الشارع الشعبي العراقي ليس في البصرة وحدها بل في سائر مناطق العراق، وليس غريبا إذن أن يواصل برلمان العراق الاحتفاظ بالرقم القياسي في الإخفاق. تتنافس اليوم كتلتان سياسيتان لتشكيل الكتلة الأكبر كما يسمونها، التي ستتولى عملية اختيار رئيس الحكومة وتشكيلها بعد نحو 4 أشهر من انتخابات سجلت عزوفا شعبيا تجاوز 80%. ومع ذلك أصر رعاة العملية السياسية في العراق، أمريكا وإيران، على أن يمضي قطار هذه العملية نحو محطة جديدة. إياد الدليمي يرى في صحيفة العربي الجديد أن المتتبع لأخبار الوضع في العراق لابد وأن يقف أمام مشهد غاية في التعقيد، وربما
غاية في الغرابة، أو إن شئت الدقة مشهد غاية في السخرية. جاءت انتخابات 2018، وبدلا من أن تكون المنافسة بين المكونات الثلاثة الشيعة والسنة والأكراد، تحول الصراع السياسي إلى صراع بين القوى الشيعية. فلم يعد للعرب السنة، خصوصا بعد أن فشلت تظاهراتهم المطالبة بالحقوق والمساواة عام 2013، وما تبع ذلك من دخول داعش لمدنهم، وما جرى لهم من نزوح وتهجير وتدمير لمدنهم، لم يعد لهم صوت يسمع. حتى مع اشتعال نار التظاهرات المنددة بالفساد والطبقة الحاكمة في مدن الجنوب، أما الأكراد فلا تقل نكبتهم عن نكبة العرب السنة، فقد عوقبوا على رغبتهم بالاستقلال، وتم طردهم من كركوك، وفرضت عليهم بغداد حصارا جويا، وقطعت عنهم الرواتب، ومنعت أي تعامل مع حكومة الإقليم بعيدا عن سلطة بغداد. اختصر المشهد إذن بالصراع السياسي بين كتلتين شيعيتين، ولم يعد للعرب السنة أو الأكراد من دور حقيقي وفاعل في العملية السياسية، إلا بما يضيفونه لهذه الكتلة أو تلك من تكبير لحجمها وترجيح كفتها لتشكيل الحكومة، مقابل وعود نجحت إيران بعد سنوات من التغلغل والنفوذ في إحداث صورة مضللة للمشهد السياسي في العراق. ومشهد الصراع بين كتل شيعية لتشكيل الكتلة الأكبر دليل على ذلك. وبحسب الكاتب، فإن ما يجري اليوم في العراق هو تكريس للهيمنة وتعزيز للإقصاء الذي عانت منه مكونات عراقية كبيرة وعديدة، وإذ لم يجري تداركه من خلال إعادة تفسير الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وبإشراف أممي، فإن الانفجار الشعبي الكبير قادم لا محالة. وما تظاهرات أهالي جنوب العراق اليوم إلا الشرارة الأولى لحريق سيكبر وسيمتد حتما. ما يحصل في العراق لا مثيل له في جميع أمم الدنيا، فلا تتم فيه الانتخابات وفق قانون انتخابي يحرم الطائفية وأحزابها، ويجعل التنافس على أساس الإنجاز وليس على أساس أغلبية عددية طائفية. تحصر رئاسة الحكومة بأحزاب تدعي تمثيل الطائفة الشيعية. ماجد السمراء يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الظواهر المرافقة للعملية السياسية متشابهة في سياقاتها بالتزوير والتأخير في النتائج وصفقات المحاصصة المعروفة، أو في اختيار منصب رئيس الوزراء الذي يبدو أن ترشيحه وفق الأغلبية الطائفية أصبح أمرا مقدسا لا يمكن المساس به. لعل المتغير الجدي لانتخابات هذا العام هو اهتزاز منضدة التوافق الإيراني الأمريكي بعد مجيء ترامب ذي المفاجآت الغريبة في التعاطي مع إيران، التي سبق وأن اتفقوا معها في تقاسم أدوار مريبة في العراق للسنوات 15 الماضية. مسرح الحوارات التي يجريها كل من سليماني وماكورغ يبدو هذه الأيام ذا نكهة خاصة، ومن المحتمل إنجاز خلطة العطار الإيراني حسب وصف مقتدى الصدر. المندوبان الأمريكي والإيراني لا يخجلان من هذا التدخل السافر بشؤون دولة مستقلة، لأنهما يلقيان ترحيباً وسعادة بل رجاءً للتواصل من ممثلي الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات. ولكن الفرق الشكلي بين الأمريكي والإيراني هو أن الأول يجري لقاءاته بصورة علنية، أما الثاني فلقاءاته سرية. ما يحصل حاليا هو شكل من أشكال التردي في التعاطي السياسي، وبسبب تضارب المصالح تتم عمليات التسقيط، فيتهمون بعضهم البعض بالعملة للأمريكان، وكأنهم جميعهم لم ينصبهم الأمريكان في الحكم. مع ذلك كله فاللعبة تسير في خط يبدو ليس خطيرا، لأنه سيوصل في النهاية إلى وضع الشراب الممزوج بخلطته الخاصة من العطار الإيراني والجنتلمان الأمريكي في كأس رئيس الوزراء المقبل. ويضيف الكاتب أن العراق وشعبه هو الضحية للسيناريوهات الجهنمية إذا ما حصلت، فليست وحدها ليلى المريضة في العراق، إنها حسنة وعائشة وفاطمة وكوثر
وليس وحده قيس بن الملوح يتمنى أن يكون طبيبها، إنه محمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب ومظفر النواب. وإذا ما صدرت خلطة العطار الإيراني فلن تكون سبباً في شفاء أهل العراق، وإنما في وضعهم على طريق الهلاك. منذ الانتخابات التي شهدها العراق في 12 من أيار الماضي والجدل حول تشكيل حكومة جديدة لم يتوقف إطلاقاً. كان العبادي واضحاً عند طلبه تسجيل الكتلة الأكبر في البرلمان عندما قال إن العراق يريد بناء علاقات إقليمية قائمة على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها إن العبادي يشير في ذلك إلى ما يمكن اعتباره اللاعب الخفي في العراق، وهي إيران التي تدير لعبة التحالفات وتضغط في كافة الاتجاهات لتمرير مشروعها على العراقيين. اللاعب الخفي هنا هو إيران التي لا تزال ترى في العراق ساحة من ساحات الصراع مع الولايات المتحدة، التي ترغب هي الأخرى في إبقاء العراق بعيداً عن الهيمنة والنفوذ الإيراني. لذلك تسعى كل من طهران وواشنطن إلى إبقاء خيوط اللعبة السياسية في يديهما وعدم ترك الأمور للطرف الآخر للتحكم بها. من هنا كثفت طهران من تحركاتها لدعم حلفائها في العراق، وكان دعمها لرئيس كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري الذي حلت كتلته بعد السائرون واضحاً، وأجرت خلال الفترة التي لحقت إعلان نتائج الانتخابات اتصالات مع مختلف الأطراف والكتل الحزبية لقطع الطريق على الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة، لدرجة أنها أضافت العبادي إلى قائمة أعدائها السياسيين لاصطفافه إلى جانب الصدر، بل أنه تعرض لهجوم عنيف خاصة بعد أن أقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه الرسمي، حتى أنها توعدت باتخاذ ما أسمته الإجراءات المناسبة ضد هكذا خطوة ترغب إيران اللاعب الخفي شكلا والحاضر مضمونا في المشهد العراقي في الإبقاء على العراق في محورها الإقليمي الذي بنته على مدار سنوات طويلة. الصحيفة ترى أن إيران تريد العراق في ظل العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة أن يكون بمثابة الرئة الاقتصادية لها، وتبعا لذلك تحاول إيران بكل الطرق ألا يفلت العراق من دائرة تأثيرها ويعود تدريجيا إلى محيطه العربي، وهو ما تخشاه وتعمل بكل ما تملكه من أدوات داخلية لإبقاء خيوط اللعبة كلها في يدها. حين تكون الكونفدرالية خياراً طوعياً مستقلاً للشعبين الأردني والفلسطيني فلا غبار عليها ولا خوف منها، وأحسب أنها ستحظى بتأييد غالبية واسعة من شعبين متجانسين بينهما من الروابط والمشتركات ما يوحدهما ويجمعهما معاً. لكن علي برنتاوي له رأي آخر، يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن هذه الكونفدرالية حين تكون خياراً مفروضاً مستجيباً لمصالح إسرائيل ومخرجاً لها من مآزق الديموغرافيا الفلسطينية فتلكم واحدة من أخطر التهديدات التي لا تجبه المشروع الوطني الفلسطيني وحده، بل تطال بتأثيراتها أسس الكيانة والهوية الأردنيتين وتمس أمن الأردن واستقراره بشكل عام. لا جدال في دعم أي مشروع وحدوي أردني فلسطيني وعلى أي مستوى جاء أو شكل اتخذ، لكن اليقظة والحذر يمليان على الأردنيين والفلسطينيين التنبه لما يحاك لهما في غرف نتنياهو كوشنر جرنبلات السوداء المغلقة. إنهم يريدون تصفية قضية الشعب الفلسطيني على حسابه وعلى حساب الأردن والأردنيين. إنهم يريدون تحويل الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى صراع ممتد بين الأردنيين والفلسطينيين. اليوم تفوح من جولات كوشنر ولقاءاته في الغرف المغلقة رائحة الانقضاض على مشروع تقرير المصير والدولة، فلا مطرح للدولة الفلسطينية القابلة للحياة بعد كل هذا الزحف الاستيطاني، ولا قبول إسرائيلي بفكرة الدولة الواحدة الثنائية القومية. ليبقى الخيار بحث عن شريك عربي لاستيعاب فائض الديموغرافيا الفلسطينية وإدارة بقايا الضفة الغربية وكانتوناتها. من المؤسف أن الرئيس الفلسطيني
اختار إبلاغ شعبه بهذه العروض التصفوية من خلال وفد إسرائيلي زاره مؤخرا، مع أنه كان حريا به مكاشفة شعبه عبر منبر فلسطيني وبلسان عربي مبين وليس من خلال منابر إسرائيلية ومترجمة عن العبرية. الخلاصة كما يرى الكاتب أن معالم وأركان صفقة القرن تتضح يوما إثر آخر، ليس بالأقوال فحسب وإنما بالأفعال كذلك، ومع ذلك يخرج علينا بين الحين والآخر هذا المسؤول أو ذاك ليقول لنا بأننا لم نطلع على هذه المبادرة ولم تعرض علينا رسميا إطلاقا، ومن المبكر اتخاذ موقف حيالها قبل ذلك. وما تفعله واشنطن هو أوقح تعبير عن الصفقة وأسوأ وسيلة لعرضها والكشف عن مضامينها. حين قال المرشد الإيراني أن لا تفاوض ولا حرب مع أمريكا، كان يقول في الوقت نفسه أن لا خيارات إيرانية محددة للتعامل مع الأزمة ومعالجتها. وحين عود وزير الخارجية الفرنسي تذكير طهران بأنها لا يمكن أن تتملص من حوار موسع لمناقشة مستقبل برنامجها النووي والصاروخي وسياساتها الإقليمية، كان يبلغها أيضا أن رهاناتها على أوروبا ليست واقعية إطلاقا. عبد الوهاب بدرخان يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن السبب الواضح والمباشر والرئيس لأزمة طهران أنها أزمة لا تعالج إلا إذا قررت إيران أن تعالج الاختلالات في استراتيجيتها. الخلافات بين الأوروبيين والولايات المتحدة لا تنفي وجود تقاطعات ثابتة في السياسات الخارجية لا علاقة لها بالنهج والأسلوب اللذين يحاول ترامب فرضهما على إدارته. يتعامل الأوروبيون بقلق مع احتمالات انزلاق التصعيد الأمريكي الإيراني إلى مواجهات عسكرية. أما واشنطن فتعتبر أن خروج طهران عن أي إطار متوقع للتصعيد سيكون مكلفاً، ولذلك فإن الإيرانيين سيجتنبون ارتكاب أي خطأ يدفع الأمريكيين إلى ردود تصاعدية. لم يعد هناك غموض، ففي سوريا كما في العراق اتضح أن الأمريكيين ليسوا في صدد الانسحاب وأنهم يوظفون بقائهم لمراقبة الوجود الإيراني إضافة إلى محاربة الإرهاب. لا شك أن بروز الخلافات مجدداً بين موسكو وواشنطن أنعش لدى طهران بعض الأمال بتخفيف الضغوط عليها، لكنها لا تكفي لمساعدتها على تجاوز أزمتها أو حتى معالجتها. ويبدو استبعاد الحرب المباشرة موقفاً بديهياً لطهران باعتبار أن الحروب بالوكالة قائمة ومستمرة. أما استبعاد التفاوض فيبقى أقرب إلى المناورة منه إلى الموقف المبدئي. ومع أن كل الردود الإيرانية العلنية رفضت التفاوض، إلا أن وزير الخارجية الإيراني قال إن أي تفاوض يتطلب أجندة. وبحسب الكاتب فإن هذا الأمر ينطوي على أحد تفسيرات ثلاثة. الأول أن طهران تعتبر التفاوض الذي عرضه ترامب مجرد فكرة عامة، والثاني أن الأجندة الفرنسية ليست مقبولة، أما الثالث فهو أن طهران متمسكة بأسلوبها المعروف، إذا تريد أو تدعو إلى التفاوض على الأجندة قبل اعتمادها لكنها تعلم جيدا أن ظروفا كثيرة قد تغيرت، ثم أنها قد تجد بالمقارنة أن بنود الفرنسي جان إيف لودريان أهون بكثير من مطالب الأمريكي مايك بومبيو. ختاما لكم التحية وإلى اللقاء.